أسميها اللي هي دخول القمر في مجموعة الحوت المائية. هذا الحقيقة منفجر هذا اليوم. القمر بدخوله إلى مجموعة الحوت المائية خلو مسار إلى مجموعة الدلو الهوائية، استمرت لمدة ساعتين ونصف تقريبا من فجر اليوم الماضي من الثالث إلى الخامسة ونصف. مواليد برج الحوت بالفترة الحالية المفروض هم أفضل الأبراج بسبب وجود القمر. للمعلومات أيضا، القمر حسب ما كثير من الفلكيين المنجمين يقولون بأن القمر عندما يدخل في برج ينقذ نوع من الإيجابية لأبناء ذاك البرج. طبعا هذه الحقيقة ليست دقيقة جدا. هنالك بعض الأبراج تنسجم مع وجود القمر، وهنالك أبراج أخرى لا تنسجم، تعتمد على طبيعة البرج. يعني معروف القمر هو اللي يلهمنا الأحاسيس والمشاعر، وهنا أنا تحدثت البارحة عن كوكب الزهر أو فينوس. فينوس ينطينا الحب والمال، لكن القمر ينطينا المشاعر والأحاسيس. في بعض الأبراج يعني مثلا لو نأخذ على سبيل المثال الحمل، عندما يكون القمر موجود في برج الحمل، الحمل معروف بالعواطف بالعاطفة، لكن في نفس الوقت الحمل مندفع متسرع، فبالتالي هاي الاندفاعية والتسرع قد تكون عملية معاكسة بوجود القمر. يعني إذا ما استغل الفرصة بشكل صحيح. سلمى، أنا يعني من زمان حابة أسألك عن القمر، يعني أكو سؤال بذهني أو فضول حابة أعرف أو ألقي له جواب من عندك. القمر يعني فعلا يأثر على شخصية الإنسان أثناء يعني أثناء دوران القمر وعلى الأبراج؟ يعني أنت قلت إنه القمر الأحاسيس. بطبيعة الحال يعني أكثر ما تكون بالأبراج العربية، هنا لما نأخذ اسم الشخص من اسم والدته، لا هنا القمر يلعب دور كلش كبير بالتأثيرات. يعني العرب كانوا مهرة بهذا الجانب، حتى أنه هنالك في بعض الحالات من الكشف أو لبعض الأبراج مثلا نشوف مثلا فتاة نصيبها يأتي نقول في لما القمر يكتمل كبدر على سبيل المثال أو بنصف الشهر مثلاً، فهذه الحقيقة بالأبراج العربية نعم تلعب دور كلش كبير. بالأبراج يعني العربية أيضاً لها تأثير. يعني هذه المراحل حركة دوران القمر، يعني بهذه المراحل هو كبدر ولا هلال ولا قمر، يعني اكتمال القمر، يعني كل مرحلة لها تأثير على الأبراج وعلى أصحاب البرج. لها تأثير على الأبراج من جانب، ولها تأثير حتى على الأمور اللي أسميها طبيعية، يعني حالات المد والجزر. في كثير من العمليات مثلاً العمليات الجراحية. في بعض الأشخاص يعني نقول مثلا القمر إذا ما مكتمل ممكن ما ننصح أنه هذا اليوم تسوي عملية. طبعا تأثير كبير جدا. القمر هو يعني أقرب جسم سماوي بالنسبة إلى كوكبنا الأرض. بالمناسبة القمر يعني كل كوكب له قمر أو مجموعة أقمار. سؤال أخي أستاذ سلمى قبل أن تستقبل الاتصال، أعرف برجي بالصيني والهندي وأعرف أنا بالبابلي الثور، بس بالصيني والهندي شنو؟ بالصيني راح تكون برج البقرة، السنف الخشبي، العنصر الين المولود في سنتين، وهي سنة خالدة سالبة خاملة تعتبر. بالأبراج الهندية برجك راح يكون برج الجمل. الجمل. وبالمناسبة الجمل هو برج أدولف هتلر. أها حلو. سلمى خلينا سؤال معين قبل أن نستقبل اتصال، يعني حتى المشاهدين يعني حابين أن يعرفون. دائما تذكر أنت في سنتين شخصية يعني يكون برجيان معرف. أنا ذكرت لأنه في سنتين، فشنو الفرق بين سنة اليان واليان، أو ليش هاي المسميات؟ اليان واليان ترجع إلى الأيديولوجيا الطاوية اللي هي ترجع بالأصل إلى الصين واليابان أكثر شيء. هي مبدأ الأضداد بالطبيعة، الموجب والسالب، الذكر والأنثى، الليل والنهار، الملح والشكر، يعني الجمال والقبح، الحلو والحامض. بالمناسبة هذا لا يعني أنه الين هو سلبي، لا احنا بننطي فقط تشبيه. هذا يعني أنا عندي معالجة كاملة عن طريق اليان واليان، نقدر من خلالها نعالج النفسية البشرية لما ننطف نوع من الاستقرار الذاتي للنفسية. بمعنى صح أنه كل شخص حسب أبراجه قد يكون يان، لكن بطبيعة الحال هو يمتلك قليل من الين. وكل شخص حتى لو كان ين خالص
بطبيعة الحال لابد أن يمتلك قليلا من اليان. وعليه عندما نريد أن نعالج الشخصية نعالجها فوق زيادة النسب وقلتها. اليان واليان يدخل في كل شيء في الحياة. إذن هسه يعني اليان هو يكون يعني أصحاب هذا السنة يكون يعني إيجابيين ونشيطين. لا مو شرط مو شرط. لكن عندهم نسبة معينة من اليان اللي هي الخمول وال. مو شرط. أنا دانطيش تشبيه هو مبدأ الأفداد. لكن هذا لا مثلا الأرنب هو ين. لكن هذا لا يعني بأن الأرنب في شخصية سيئة، لا بالعكس الأرنب في شخصية دبلوماسية حلوة. خلي ناخذ الاتصالات، هذا موضوعنا طويل في هذا. ناخذ من كركوك. انتصار من كركوك، تفضلي انتصار. مرحبا انتصار، تفضلي. انتصار. تفضلي انتصار. تفضلوا انتصار نسمعك. انقطع الاتصال. ناخذ ايميل وصلنا. بشائر هاشم من ابو غريب، مواليد 24/4/1991، وتسأل عن كل شيء واهم شيء الاسم، وان شاء الله اجاوبها الاسم وكل شيء. ناخذ ايميل اخر. آيات، نعم، 5/12/1994، وتسأل عن كل شيء. وناخذ رنا. رنا من بغداد، تفضلي يا رنا. هذا ايميل، العفو، ايميل 6/3/1981، الحظ والمستقبل بشكل عام. ان شاء الله اجاوب رنا، تحياتنا لها. خلنا ناخذ اتصال من منال. ملاذ، العفو، ملاذ، تحياتنا ملاذ. ملاذ من الديوانيه، تفضلي يا ملاذ. تفضلي يا ملاذ، تحياتنا لك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ملاذ، تحياتنا لك. عليكم السلام. الله يسعدك، هذا شارك والله حبيبي. تفضل تفضل ملاذ. عبد الامير من العماره. ملاذ ولا عبد الامير؟ طيب عبد الامير. الله يسلمك. من العماره. ايوه. اي تفضل، مواليدك يا عبد الامير وسؤالك. شارك استاذ، شلون صحتك؟ مين هلا بيك حبيبي عبد الامير، تحياتي لك. انا قبل فتره هم اتصلت بيك و... نعم. بس الله يسلمك مليون، تحياتي وتحيات البيت كله لك. الله يسلمك، تحياتنا للأهل. تفضل عبد الأمير. 22/1/62 بالنسبة لي. 22/1/62، نعم. وبالنسبة لي 1/1/1969. إن شاء الله. تسأل عن التوافق بشكل عام يا عبد الأمير. والله استاذ بشكل عام راح نطلع له. إن شاء الله إن شاء الله بشكل عام بشكل عام. خلينا ناخذ فاطمة من النجف، وتفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام يا فاطمة، تحياتنا لك. شكرا جزيلا. مين فاطمة؟ أنا من مواليد 18/5/1990. 18/5/1990. شنو سؤالك يا فاطمة؟ أنا سؤالي عن أول شيء عن هاي السنة المستقبل. نعم. المستقبل، وثانيا عن فترة الخطوبة والزواج والتعيين. الخطوبة والزواج والتعيين كل ذني في وقت واحد. ان شاء الله حال اجابك يا فاطمه، تحياتنا لك. خير ان شاء الله. خلي تسلمي لي. يلا ناخذ زينب. زينب من البصره، وتفضلي يا زينب. السلام عليكم. ميت هلا زينب. عليكم السلام. 6/1/1975. وشنو سؤالك يا زينب؟ زوجي 11/12. زوجك 11/12، نعم. 11/12/1976. وشنو سؤالك يا زينب؟ يعني عن التوافق وعن كل شيء، يعني عن الصحة، عن يعني الحالة الاجتماعية. نعم نعم، توافق عن اسمي يمي وكل شيء. إن شاء الله أحاول قدر الإمكان أن أجيبك بشكل سريع أجاوب.
خلينا مشكور تحياتنا لك. اهلا زينب تحياتنا لك. ناخذ بشائر هاشم من ابو غريب هاشم 4991 تسال عن الاسم وكل شيء عن الاسم. يا بشائر الاسم فيه متاعب. هو الاسم حلو بشائر لكنه فيه متاعب اساسا، يعني اكثر ما تكون هذه متاعب عاطفيه. بشائر لا، المشكلة الموجودة بها هو التخلخل بالآراء، آراء غير ثابتة، رقم حظها يدل على آراء غير ثابتة، وسنة ولادتها أيضا يدل على آراء غير ثابتة، يعني ما أتفد رأي معين باتخاذ القرارات. أفضل فترة لك يا بشائر على الجانب العاطفي راح تكون ما بين 15/3 إلى 1/2/4 من السنة القادمة، راح تكون فترة جدا إيجابية ومناسبة بالنسبة لك. آراء 5/12/1994 وتسأل بشكل عام، وقعت أقول لك برجك البابلي عنده قوة بالفترة الحالية وتقدرين تستخدمين فرص جيدة وإيجابية بالأخص على الجوانب المهنية، يعني إذا كان مثلا جوانب مهنية أو دراسية أيضا في نفس الوقت. برجك الصيني لا، في انخفاضات في مؤشرات الطالع بالفترة الحالية يا آيات. اسمك من أسماء قوية، أسماء قوية ويدل على إنسانة عندها طموحات كثيرة بالحياة. رنا 6/3/1981 برجها الهندي، هنا برج الغراب، وبرجها البابلي هو برج الحوت، ورنا عندك تخلخل كثير بالآراء، ورنا أنت إنسانة قادرة على تحمل عبء المسؤولية، وأنت إنسانة عصامية، اسمك أيضا بنوع من المتاعب، لكن أنت تستعين حظك بنفسك. سألتي عن الحظ والمستقبل، حظك بنفسك، تتعبين تحصلين، ما تتعبين ما يجيش الحظ بسهولة أبد. عبد الأمير من العمارة 22/1/1962، لا عبد الأمير عندك تعب، مواليد 62، من الموارد الحقيقة تبذل مجهود وتعب، والحقيقة السنتين الماضية كان عندهم يعني تعب في 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 حياتهم بالأخص على الجوانب المهنية وحتى الجوانب العاطفية. يعني أنت إنسان طيب جدا، طيب وعلى نياتك، لكن أكو تعب موجود في سنة الولادة. السنة القادمة إذا تريد تسأل، لا السنة القادمة راح تكون أفضل إليك، لكن قبل تاريخ 15/6، يعني قبل 15 من شهر حزيران من السنة القادمة راح تكون مؤشر الطالع نوعا ما يرتفع تدريجيا بالنسبة إلى برجك، طبعا برج الدلو، لكن بعد تاريخ 15/6 أيضا راح تواجه هبوطات بمؤشرات الطالع. سأل عن زوجته 1/1/1967، لا صعبة هذه، امرأة صعبة جدا، برج الجدي برج الحصان والحصان الناري، لا صعبة جدا، يعني أقدر أقول لك إنه هذه الإنسانة تتعب كثيرا بالجوانب العاطفية، أيضا متعب كثيرا. فاطمة من النجف 18/5/1990، وهي برج الثور بالعشرية الثالثة، وهنا برج الحصان، الفترة الحالية في انخفاضات الحصان، في انفراجة جيدة للثور، يعني كوكب عطارد ابتعد من المقابلة، فصارت تكون انفراجة جيدة للفترة الحالية بالنسبة إلى مولد برج الثور. تقدرين تستغلين هذه الفتره، يعني اقدر اقول منها الى مده اسبوعين قادمه راح تكون فتره نوعا ما جيده بالنسبه لك بالاخص على الجوانب المهنيه والدراسيه. الحظ الزواج التعيين، طبعا هذه السنه تقريبا يعني قاربنا على الانتهاء بها، لكن اقدر اقول افضل فتره للحظوظ اللي لها علاقه بالامور الماليه، خلينا نقول لها علاقه بال يعني بالتعيين او ما الى ذلك، راح تكون بالفتره ما بين 2/5 إلى 15/5، هذه فترة إيجابية راح تكون بالنسبة لك. على مستوى الزواج لا، راح تكون عندها فترة إيجابية ما بين 15/4 إلى 9/5، هذه فترة إيجابية لك يا زينب. التعيين نشوف في بيت السعادة، الأبراج الكواكب المؤثرة والجيدة، ما بين 10/5 إلى 2/6، 10/5 إلى 2/6 عندك فرحة، هسه هذه الفرحة تكون على التعيين، على غير شيء هذه ما أقدر أحكمها، لكن بين 10/5 إلى 2/6 قد تكون لها علاقة بالجوانب المهنية، إن شاء الله تكون لها علاقة بالتعيين أيضا. زينب أعتقد من البصرة سألت 6/1، العفو، يعني اللي يسأل على التعيين، بس خليني أكمل هذا التعيين، أنا بس أريد أعرف يعني الأبراج و يعني الأبراج تعيين؟ مو تعيين، بس احنا هسه راح اشرح لك على هالحاله، بس خليك من هذه 6/1/1975. لا هنا زينب قويه شجاعه، تصنع حظها بنفسها من خلال برجها البابلي، تخلخلها بالاراء هو هذا السبب المشاكل بالنسبه لها، وهي من نوع العصاميه، تعبيرها عن العاطفه مو بشكل سهل وسلس. سالت عن 11/12/1976، لا هذا شخص قوي عنده نجاحات كثيره بالحياه. زين التوافق، توافق اعتيادي، يعني ما اقدر اقول جيد جدا لان الابراج البابليه فيها نوع من الانخفاضات. قبل لا خلي ارجع سؤالك، سالتيني على مساله التعيين، التعيين نعم، آه
احنا ما عندنا شيء بالفلك او حتى في التنجيم شيء اسمه التعيين، لكن احنا عندنا شنو؟ عندنا ابراج لما تكون في المنزل الخامس، عفوا كواكب لما تكون في المنزل الخامس بالنسبه للبرج يسمى بمنزل السعاده. لا انا من باب الموازه يعني ممازحه يا سين، ما اشوف انه البرج انه اكو فرصه تعيين، مع العلم بالذات بالعراق ماكو فرصه تعيين. مو شرط، ما نقدر نحكمها. ما خبرت عليها. تحياتكم ومشاهدينا طبعا، نتمنى لرئيسنا العراقي انه يقوم بالسلامه ان شاء الله ويرجع لنا من المستشفى سالم غانم ان شاء الله. الرئيس جلال طالبان يتعرض لوعكه صحيه الان كما ظاهر امامكم في على شاشه الديار، نتمنى ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لشعبه وبلده. تفضل. نرجع للابراج. نعم. ناخذ بنظر الاعتبار المنازل، المنازل لها علاقه بالسعاده. وفي نفس الوقت ناخذ المنازل لها علاقه بالامور المهنيه. صحيح. المنزل الثاني مثلا والمنزل الخامس. فعلى هالاساس احنا نعطي استنتاجاتنا. هو عباره عن استنتاج. بما انه احنا يعني انا لا اقرا كف واشوف لك يعني، ولا اقرا فنجان واشوف لك مثلا. بالعمل يا سلمى اتصلت طبعا رنا من بغداد تسال عن اختها مواليد 6/3/81 اللي هي اسمها حنين، تسال عن العمل والمستقبل. موضوعنا اليوم عن الرشوة. 6/3/81 هي برج الدجاجة وبرج الغراب وبرج الحوت، تسال عن العمل بشكل عام بين 5/2 إلى 14/4. يعني افضل فترة بالنسبة لها بين 5/2 إلى 14/4، هذه افضل فترة، اذا ما حصلت بها راح تصير صعبة العملية. خلينا ناخذ اتصال ملاذ. تفضل يا ملاذ. ملاذ من الديوانية، وتحياتنا إلى أهلنا في الديوانية. هلا ملاذ، تفضلي. ملاذ ناخذ مسج، انقطع الاتصال، ناخذ مسج. عهود من بغداد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا عهود. شلون الصحة؟ ميت هلا عهود، تحياتنا لك. حياك الله على البرنامج. الله يسلمك، تحياتنا لك. الله يسلمك. 27/4/74. نعم. بشكل عام يا عهود ولا عندك سؤال محدد؟ 27/4 زوجي. نعم. 70. 74 ولا 70؟ 27/4. 74 أنا سجلت. ولا 70؟ لا 4 لا 7/4 74 اني. انت 7/4 74 وزوجك؟ اي زوجي؟ نعم. 27/4 نعم. 70 27/4/70 اي توافق، وعن الحظ وعن الصحة. نعم. نعم ان شاء الله ان شاء الله. خلنا من عندك. شكرا لك. ممنونة، شكرا جزيلا. رحم الله والديك. اسمعني. خلنا ناخذ ايميل من طهران. شقائق 16/10/2005 وميلاد أيضا من إيران 24/6/2006 وناخذ اتصال. ألو، اتفضلوا اتفضلوا. بس نصينا صوت التلفزيون، نصينا صوت التلفزيون، نصينا صوت التلفزيون اذا ما صار زحمه عليك. خلي اجاوب على الموجودين لعد. عهود من بغداد 7/4/1974. اخذ ايفان من الانبار. ايفان من الانبار، تفضل يا ايفان. تفضل يا ايفان. مساء الخير عيني. مساء الخيرات يا ايفان، تحياتنا لك. اشكرك حبيب قلبي. مية هلا بك. اليومية متصل عليك على الابراج. تفضل حبيبي، مية هلا بك، تفضل. اريد اعرف التوافق بين برج يعني 1/1/87. نعم. ولد ولا بنت؟ بين 21/5/92. اعتقد الاول هو الولد والثاني هو البنت اعتقد.
البرج الثاني 21/5 92 نعم 92 اي البنت هذه نعم نعم اوكي ان شاء الله وصل وصلت الفكره نعم نعم خلنا ناخذ ايميل فريد من عبادان 8/11/2005 يسأل عن المستقبل نعم نعم ناخذ اتصال تفضل يا حسن السلام عليكم عليكم السلام تحياتنا حسن السلام عليكم ميت هلا حسن تحياتنا لك ميت هلا تفضل حسن ماني 29/9/1987 وسؤالك يا حسن المستقبل المستقبل وان شاء الله ان شاء الله اجاوبك بس نزلي صوت التلفزيون نصليها شويه خلاص عندك سؤال اخر يا حسن ماك تحياتي لك خلينا نجاوب بشكل سريع عهود من بغداد 7/4/74 وصلت على التوافق بينها وبين زوجها 27/4/1970 يعني هي 74 زوجها 70 عهود بالأبراج الصينية في انسجام جدا جميل ورائع جدا ما بين سنة 74 وسنة 70 جدا رائعة لكن المشكلة وين بالأبراج البابلية الحمل والثور انسجامه شوي بنوع من التوترات بنوع من الصعوبة هسه أنت تسأليني على الجانب الصحي الجانب النفسي أو ما إلى ذلك لا انت عندك تعب انت عندك تعب لانه انت من الشخصيات القويه والعصاميه فكثيرا ما تاثر على الجانب النفسي بالنسبه لك بالنسبه لزوجك ايضا عنده تعب سنه ولادته تدل على وجود متاعب هو من الشخصيات اللي يعتقد بانه قادر لكنه في الحقيقه كثيرا من الامور غير قادر عليها ويحتاج دائما الى الداعم يعني انت الداعم الاساسي الى زوجك مو هو الداعم لك بس الاتفاق بشكل عام نسبه الاتفاق تتجاوز يعني ما بين 75% إلى 80% هو اتفاق انا اعتبره اتفاق جيد شقائق من طهران 16/10/2005 ولا شقائق تصنع حظها بنفسها وهي من الشخصيات اللي الاجتماعية واللي تنجح بشكل كبير بالأمور اللي تتطلب الجوانب المهنية والجوانب الدراسية الجوانب العاطفية قد تواجه بعض الإشكاليات بها بالمستقبل ميلاد من إيران 24/6/2006 والحقيقة ميلاد أيضا تواجه متاعب بسبب سنة الولادة وهذه إنسانة حساسة وتحتاج دائما إلى الدعم وإلى تنمية المواهب يعني أنا هاي نصيحة إلى أهلها أو ذويها نصيحة من عندي لهم أنه هذه الإنسانة كثيرا ما هي حساسة حال قدر الإمكان تشوفون بها جانب هي تبدع به وبالتالي أنتم دعموها من هذا الجانب راح تشوفون بالمستقبل ممكن أن تنشأ إنسانة رائعة جدا وتحقق نجاحات كثيرة برجها طبعا من الابراج اللي الحساسه جدا ويعني من الاشخاص او الشخصيات المعروفه عندنا واللي ينتمون الى نفس البرج هو الممثل المصري احمد المرحوم احمد زكي وبنفس الوقت مايكل جاكسون يعني هؤلاء اللي من نفس برجها ايفان من الانبار 1/1/1987 سال على التوافق بينه وبين 21/5/92 وايفان التوافق اقدر اقول لك جيد يعني الطرف الثاني أو الشخصية الثانية الفتاة مولودة ما بين الثور ودخلت على الجوزاء فهي تواجه بعض المتاعب لكن القرد والنمر يقيم علاقة حلوة يقيم علاقة حلوة النمر أنت تحتاج إلى مولودة برج القرد لكي تخفف أو تمتص من المتاعب الموجودة عندك المتاعب اليومية فلا هذا الاتفاق حلو توكل بالله جميل جدا ما اعرف نسيت يعني ما من عبادان اعتقد خديجه او ما يعني المهم من عبادان 8/11/2005 وتسال العفو فريد العفو فريد من عبادان 8/11 ويسال عن المستقبل لا متاعب عندك بالاخص السنه القادمه متاعب ما بها يعني وعندك رقم حظ ايضا ب 8 بمتاعب يعني اذا واجهتك متاعب معينه لا تتفاجئ ولا تقول هذا حظ العكر هاي تاثيرات فلكيه وكوكبيه بعد سنتين الوضع راح يكون افضل بالنسبه لك وخلال السنه القادمه اكثر ما تكون بها متاعب لكن في نفس الوقت ايضا راح تلقى اوقات لكن قليله من السنه بها انفراجات جيده حسن من 28/9/1987 واسم حسن من الاسماء اللي تجلب الحظوظ لصاحبها يعني حسن لا يتعب كثيرا بالحياه
فهذا من الأسماء الجيدة والجميلة، واللي أنا أنصح كثيرا من الناس بهذه التسمية إذا أردن أبنائهم يعني ما يتعبون كثير بحياتهم. حسن طموح يسأل عن المستقبل، هو مشكلته أن يخاف من المستقبل. مشكلة حسن هذا البرج الظبي يخاف من المستقبل، وهو من الأبراج الأنثوية تسمى، يعني دبلوماسي، ما يدخل في المواجهة، يحب دائما يحل مشاكل بالطرق الدبلوماسية، وأكثر ما يصلح بالأمور اللي لها علاقة بالأمور الإنسانية. لا حسن مستقبلك جدا جميل، بس لا تخاف من المستقبل، ماكو داعي تخاف وتحذر، بس هذا الشيء اللي أقول لك. طيب نأخذ اتصال. اتصال زينب من بابل، وأهلا يا زينب، تحياتنا لك. مرحبتين زينب. مرحبا. مرحبتين، تفضلي. ألو. نسمعك يا زينب. ألو مرحبا. مرحبتين، نسمعك، تفضلي. أنا بعرف البرج ما اسمه على زوجي. تفضلي يا زينب، انطينا مواليدك بالكامل. أنا مواليد 81981. اليوم والشهر؟ الشهر السابع واحد. 1/7/1981. وبالنسبة لزوجي؟ زوجي 1975. 1975، اليوم والشهر؟ الشهر 6/8. 8/6؟ الشهر السابع 8. 8/6/1975. شكرا يا زينب، شكرا لك، ان شاء الله اجابك. وناخذ سهى من العماره، تحياتنا لاهلنا بالعماره. هلا سهى. الو. اهلا سهى، تحياتنا لك. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضل يا سهى. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضل يا سهى. يقدر عن بردي. تفضلي. تفضل يا سهى. 12/9/86. 12/9/86. نعم. 14/2. نعم. 14/2/77 مالي الزوجي. أختي. لحظة لحظة لحظة، 14/2/77. نعم نعم. يلا أختك. نعم، كم يا سهى؟ كنا انقطع الاتصال. ناخذ حسين من الناصرية. هلا حسين، تحياتنا لك. مية هلا حسين، تحياتنا لك. عليكم السلام. عليكم السلام، هلا حسين. نصينا صوت التلفزيون يا حسين. نعم، 2/7. ثمانية وثمانين. عندك سؤال محدد يا حسين؟ عن الزواج. عن الزواج إن شاء الله. شكرا يا حسين. خلي نحاول نجاوب على الأسئلة اللي إجتي. زينب بن بابل سألت على التوافق بينها وبين زوجها. 1/7/1981 هنا الغراب بالأبراج الهندية، و8/6/75 العنكبوت بالأبراج الهندية. لا، السنة ما في اتفاق، والشهر أيضا الاتفاق صعب. والله يا زينب في متاعب، في متاعب، لكن احنا حتى لا نقطع سبيل المعروف ولا نقول انه يعني لا نشجع على شيء قد يؤدي الى المتاعب اكثر بالنسبه لكم. لا، انا اقول ليش تكسبين زوجك بالكلمه الطيبه، تكسبين بكلمه طيبه، وحاولي ان تقللين من الحديه الموجوده في كلامك وفي تعاملك معه. هذه النقطه جدا مهمه اللي يتاثر عليه، لانه من النوع الحساس. وبنفس الوقت يعني اقدر اقول للزوج تكسب زوجتك، لان هي انسانه عصاميه وقويه، لا تقارنها ويا امراه ثانيه. هذه الامراه اذا قارنت هاي زوجتك، يعني اذا قارنتها بالذات هذه المواليد مع امراه ثانيه ما راح ترحمك، فدير بالك من هذه المساله. سهى من العماره، 12/9/1986، وسالت على التوافق بينها وبين زوجها 14/2/77، وهذا ايضا توافق صعب، يعني العذراء ويدلوا صعب، وسنة الولادة صعبة جدا، يعني هاي 86 هنا البرج النمر الناري، وهنا الحية النارية، في اتفاق واحد جيد راح يكون بيناتكم. يعني احنا نحاول قدر الامكان ان نجد الثغرات اللي نقدر ندخل من عندها. الصنفية النارية بالابراج الصينية، الصنف الناري هنا ممكن يدعمكم، لكن كابراج لا، التوافق صعب، يعني تحتاج الى بذل مجهود معين بهذا الجانب. ناخذ حسين من الناصريه، 2/7/1988، يسال على الزواج. حسين انت انسان عاطفي
بس المشكله انه يعني متخلخل كثير بالعاطفه. برج السرطان هنا عندك رقم 2 بالحظ، اثنين عندك الحقيقه، واحده برقم الحظ الاساسي وواحده تاخذها من القمر، وهذا يدل على انت ما عندك راي ثابت بالاخص بالجانب العاطفي. 88 لا، انت انسان عاطفي بحت، يعني بالتالي على الجانب العاطفي عندك متاعب. افضل فتره راح تكون بالنسبه للزواج، ممكن تفيدك يعني بالسنه القادمه اقدر اقول، يعني بالفتره اللي راح تكون ما بين 3/6 الى 27/6، هذه الفتره راح تكون فتره ايجابيه ومناسبه لعلاقه او لارتباط او لخطوبه او ما الى ذلك. يعني هذا بالنسبه الى احسين. ناخذ فيه اتصال اخر. الو، ناخذ منال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا منال، تحياتنا لك. شلونك استاذ سلمى؟ ميت هلا منال، تحياتنا لك. وبيك يعني. اريد اعرف برج الثور عامة 30/4/1970. 1970. نعم. اي سؤالك عن العاطفة؟ نعم. واريد برج اخويا 8/9/1975، هم من الناحية العاطفية. نعم. ومن الناحية العملية. نعم نعم. شكرا يا منال، وان شاء الله اجاوبك. اشكرك. تسلم، تحياتي لك. ناخذ ايميل من الاحواز، من رضا، وتحياتنا الى رضا. 10/10/1998 بشكل عام. نعم بشكل عام ان شاء الله. هذا اخر شيء بالنسبه للاتصالات اللي اجت لهذا اليوم والايميلات، ونحاول قدر الامكان اجاوب على الموجودين بشكل سريع. اعتقد وصلنا الى منال من منال. نعم 30/4/1970. طبعا تسال على العاطفه، لا العاطفه متاعب، هو اسم منال اساسا بمتاعب يا الجانب العاطفي. سنه الولاده ايضا بها متاعب يا منال للاسف الشديد، بس في اوقات راح تكون ايضا جيده على الجانب العاطفي بالنسبه لك. برج الثور الفتره الحاليه ولمده اسبوعين راح تكون فتره ايجابيه وجيده. الاوقات المناسبه بالنسبه للجانب العاطفي بالنسبه لك راح تكون ما بين 15/4 إلى 9/8. سألت عن أخوها 8/9/1975 على العاطفة وعلى الأمور العملية. لا، على العاطفة أفضل، أنا أشوفه وضعيته أفضل وعنده إنجازات جيدة بالأخص بالسنة القادمة. على الجوانب العملية، الجوانب المهنية طبعا أفضل فترة راح تكون بالنسبة له، يعني أقدر أقول الفترة ما بين 9/9/28/9 من السنة القادمة راح تكون فترة بها إنجازات، يعني على الجانب المهني جيدة. رضا يسأل بشكل عام 10/10/98، رائع مستقبل جدا رائع، يعني مستقبل هذا شخص برج النمر هنا، وهنا النمر القوي الشجاع المعتمد على نفسه، وبنفس الوقت الميزان، لا هذا راح يستفيد من الميزان بالدبلوماسية والاجتماعية والأمور الاجتماعية، وبنفس الوقت راح يستفيد من النمر بالقوة والشجاعة والإقدام، لا شخصية رائعة وراح يشوف الأيام الجاية جدا جميلة. هذا بالنسبة للأسئلة اللي إجتنا لهذا اليوم. طبعاً كانت يعني حركة القمر والتأثيرها على الأبراج وعلى أصحاب الأبراج إيجابية، لكن تلقيت كان المفروض أنه أصحاب برج الحوت هم اللي يستفادون أكثر. المفروض هذا الشيء. ليومين فقط. ليومين فقط. اليوم وبكرة بالمناسبة برج القمر يبقى في كل برج يعني أكثر من يومين، يعني يومين وبضعة ساعات. في بعض الفلكيين يقول لك 55 ساعة، يعني أنا شفت أنه حسب حساباتي الفلكية لا 59 ساعة، لكن مع ذلك للأمانة العلمية لا ماكو شيء دقيق بهذا الجانب، يعني نقدر نقول هو أكثر من 48 ساعة وأقل من 59 ساعة بهذه الساعات المعينة. لجميع الأشخاص اللي ما استطاعوا أن يتصلوا لهذا اليوم، وأقولهم بإمكانكم الاتصال عبر الإيميل الشخصي أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.parascope.de، وانتظرونا يوم غد www.parascope.de. شكرا لك سلمى، استمتعنا بوجودك. شكرا لك. شكرا.